جزاكم الله خيرا. تقول فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أصلي السنة سنة الضحى 4 ركعات في تسليمة واحدة؟ وما وكم عدد ركعات صلاة الضحى؟ ومتى وقتها يبدأ؟ أما عددها فأقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، كل ركعتين بسلام، ولا يقرن بين الأربع بسلام واحد، بل يسلم من كل ركعتين، لما جاء في الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولأن هذا أكثر عملا وأكثر أجرا عند الله سبحانه وتعالى. نعم، جزاكم الله. وأما وقتها نعم، فيبدأ من ارتفاع الشمس إلى رمح ويستمر إلى قبيل الزوال، إلى قبيل زوال الشمس حينما تتوسط في السماء يتوقف الإنسان عن الصلاة، فإذا زالت الشمس إلى جهة الغرب دخل وقت الظهر وانتهى وقت صلاة الضحى. نعم.